Even though Area C was supposed to pass to Palestinian control, in the game of Middle East politics of the past two decades, the tide of history has moved in the opposite direction. Israel has retained control of an area comprising over 60% of the West Bank. A whole people has been affected, and individual communities have suffered, like the villages of El Male, Kafr Kadum, and Aqaba. قرية العقبة هي قرية كانت عقبة في وجه قوات الإنجليز زمان ثورة 36 أو قبل وبعد وسميت قرية العقبة لأنها كانت عقبة في أمام قوات المحتلين وكان بيسكن فيها قبل حرب عام 67 عشرات العائلات. القوات الإسرائيلية بعد حرب عام 67 أعلنت عن قرية العقبة وجميع أراضيها منطقة عسكرية مغلقة وأقامت عليها وعلى أراضيها ثلاث معسكرات لتدريب قوات الاحتلال مما أدى إلى إصابة حوالي 50 مواطن بين شهيد وجريح ومعاق مما أدى إلى نزوح أكثر المواطنين من هذه القرية إلى القرى المجاورة. 24 kilometers from Aqaba is Kafr Kadum. The Israeli settlement of Kadumim sits alongside and blocks one of the roads into the Palestinian village. The residents are campaigning against both the settlement and the roadblock led by Murad Eshtawi. قرية كفر قدوم قرية فلسطينية صغيرة تقع على مساحة 24,000 دنم جميعها أراضي زراعية وتتبع إداريا إلى محافظة قلقيلية. بدأت معاناة قرية كفر قدوم منذ مطلع الاحتلال ومنذ احتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية في عام 1967 وبدأت تتضاعف حجم المعاناة بالاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات خاصة مستوطنات قدوميم التي أقيمت على أراضي قرية كفر قدوم منذ عام 1978 وبدأت تمتد لتسرق المزيد من الأراضي المواطنين لتصبح في هذه الأيام خمسة تجمعات استيطانية كلها أقيمت على حوالي 4,000 دونم من أراضي قرية كفر قدوم البالغة 24,000 دونم وتضاعفت معاناة الأهالي مع استمرار اعتداءات المستوطنين حتى بلغت ذروتها في عام 2003 خلال انتفاضة الأقصى الثانية عندما قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق الطريق الوحيد لقرية كفر قدوم فلا يستطيع المواطن أن يصل إلى أرضه أو إلى أصل يصل إلى المناطق الفلسطينية لا مشينا على الأقدام ولا باستخدام السيارات. El Male has suffered from the Israeli appropriation of property for military training. طبعا منطقة المالح هي 13 خربة وقرية دمرها الإسرائيليين عام 67 دمرت بالكامل وشرد أهلها إلى جميع المناطق في الشتات وفي الوطن الفلسطيني. الآن طبعا عاد جزء من هؤلاء السكان إلى هذه الأراضي وقاموا ببناء خيم. يعني هذه المنطقة طبعا هي في الأغوار الشمالية الفلسطينية تقع في الناحية الغربية لمدينة طوباس في الشمال الغربي لمنطقة طوباس. طبعا جميع هذه المنطقة مناطق سي حسب الاتفاقيات التي أبرمت ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. هؤلاء السكان طبعا يعيشون في ظروف حياتية صعبة. الاحتلال الإسرائيلي يغلق أكثر من 60% من أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. هذا العام طبعا الجيش الإسرائيلي بدأ سياسة جديدة، سياسة إخلاء المواطنين الفلسطينيين من خيمهم ومضاربهم من أجل أن يجري تدريبات عسكرية بين مضاربهم. Very many Palestinians and some Israelis believe that the Oslo Accords and the division of the West Bank were a raw deal for the PLO and that they've served the Palestinians badly. اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى مناطق جغرافية وهنا كان الخطأ الكبير في اعتقادي. قسمت الضفة الغربية إلى مناطق ألف وباء وجيم وهي نفس المسميات لـ ABC. مناطق ألف نصت الاتفاقية كانت مساحتها في البداية 3% من الضفة الغربية. مناطق ألف توسعت من ما بين 1994 إلى سنة 1999 لتصبح 18% من مساحة الضفة الغربية.
في مناطق ألف للسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة على مناطق ألف إدارياً وأمنياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً. أما مناطق باء اللي تقريباً مساحتها 21% من مساحة الضفة الغربية، تم اقتسام السيطرة على السكان. السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على السكان تعليمياً وصحياً واقتصادياً، أما المسؤولية الأمنية فهي للجانب الإسرائيلي، تركت للجانب الإسرائيلي. مناطق سي أو جيم، وهنا وقعت الكارثة. تبلغ مساحة مناطق جيم في الضفة الغربية حوالي 61% من مساحتها، وتقع معظم المستوطنات الإسرائيلية فيها. هنا السيطرة الكاملة في جميع المناحي للجانب الإسرائيلي، وخاصة للجانب الأمني، ولا دخل للسلطة الوطنية الفلسطينية في شيء هنا. Area C, 61% of the West Bank, had been targeted by the Israeli authorities as the area where the Israeli military and civilian presence should be expanding to, in order to eliminate the possibility that these areas will one day become part of a Palestinian state, and basically to intensify the dissection of the West Bank to different parts, which in between they're always Area C, and making sure that Palestinians cannot freely use the land and cannot also freely move. بتوقيع اتفاق أوسلو أساساً أسس لتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم، وتم تكريس ذلك في اتفاق طابة في عام 1995، يستند إلى اتفاق المرحلة الانتقالية كما سمي في حينه. فأي حركة من ألف إلى باء أو جيم أو العكس بالتأكيد تمر على حواجز إسرائيلية، والكل يعرف ماذا يعاني الفلسطينيون من الحواجز الإسرائيلية من إهانات وتأخير بليغ جداً. الأمر الأكثر خطورة ليس المتعلق بالشارع الرئيسي، وإنما أن الاحتلال الإسرائيلي يريد السيطرة على الأراضي التي تقع على جانبي الطريق، والتي تقع ضمن تصنيف سي حسب اتفاقيات أوسلو، حوالي 200 متر إلى الشرق من مكان جلستنا هذه. وهذا يعني تهديد واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مهمته إغلاق الشارع الرئيسي بحجج أمنية واهية، وإنما الهدف الأساسي هو السيطرة على الأراضي وتوسعة مستوطنات قدوميم لتصبح أكثر اتساعاً وأكثر انتشاراً وأكثر سرقة لأراضي المواطنين المزارعين من قرية كفر قدوم. I would say generally that the West Bank had become a jungle, or if you wish, a heaven for construction criminals. People who feel like taking the land of their neighbor, you know, just have to wake one up one day with enough energy and to decide that they grab the land of their neighbor. In most cases, you know, if they're stubborn enough, this is what will happen eventually, and the Israeli authorities eventually will back them. If the state of Israel would enforce law as it should, I mean, this is the end of the day, what a state's supposed to do, no? To enforce law. If the Israeli state would enforce law on Israeli settlers living here, that means that much less land would be available. أصبت بالتاريخ 28/6 عام 71 بثلاث رصاصات من قبل قوات الاحتلال أثناء التدريبات العسكرية في قرية العقبة، مما أدى إلى إصابتي بشلل نصفي تام. ما تزال إحدى هذه الرصاصات بالقرب من القلب حتى هذه اللحظة. قرية العقبة يتم إطلاق النار فيها ليلاً ونهاراً، بالقرب من المسجد، ساحات الروضة، ساحات الصحة. بعض الأوقات وأغلب الأوقات بدأت بإطلاق صواريخ من جبل لجبل من فوق قرية العقبة، وهذه شظايا الصواريخ تتناثر حول قرية العقبة وفيها خطر على المواطنين. القوات الإسرائيلية تقوم يومياً بتهديدنا بإزالة القرية كلها عن الوجود، وباستمرار بتطلب منا أن نغادر قرية العقبة إلى قرية ياسير بالتفاهم، مرات بالقوة، ولكن إحنا نرفض رفضاً باتاً، لا بالتفاهم ولا بالقوة. Thank you.
منطقة بي هو التجمع السكاني العمراني في كفر قدوم، وما عدا التجمع السكاني هو يعتبر منطقة سي، وبالتالي في الجهة الشمالية أو الجهة الشرقية أو الجهة الجنوبية أو الجهة الجنوبية الغربية لا يسمح بالامتداد السكاني والعمراني لأهالي قرية كفر قدوم باستثناء جزء من الجانب الغربي للقرية، وهذا أيضا بمثابة تضييق الخناق على الأهالي لإجبارهم على الرحيل وعلى الهجرة القصرية من أرضهم الفلسطينية. في هذه المنطقة إذا حكينا عن 2012 ل2013 تم تدمير 350 منشأة فلسطينية، المنشأة كخيمة وكعضيرة حيوانات في هذه المنطقة. لدينا الآن أكثر من 1300 منشأة منظرة من قبل الإسرائيليين لهدمها في هذه المنطقة. يومياً هنالك عمليات هدم، يومياً هنالك إخطارات ترحيل، يومياً هنالك قرارات بالاستيلاء والمصادرة على الأراضي. يسكن في قرية العقبة حالياً حوالي 300 مواطن، والمهجرين إلى القرى المجاورة 700 مواطن. 95% من مباني هذه القرية ومؤسساتها وشوارعها كلها فيها انضرت بالهدم، ويوجد لدينا فوق 25 قضية في المحكمة العليا لأوامر احترازية لوقف عملية الهدم، ولكن القوات الإسرائيلية ما تزال تهدد هذه القرية بالتدمير بحجة أنها منطقة جيم، منطقة عسكرية مغلقة، منطقة حسب ادعائهم تشبه جنوب لبنان. ولكن احنا بعد ما وصلنا الى هذه المرحلة بدأنا العمل من تحتي شجرة هذه الخروب، لانهم بحرمونا من حتى هذه اللحظة من بناء مقر المجلس القروي، ونقوم بإدارة شؤون البلد من سنة 98 بعد اتفاقية أوسلو من تحتي شجرة هذه الخروب، ونحاول إعادة المواطنين المهجرين إلى قرية العقبة لأنها أراضينا مملوكة لنا بالطبع. يجب أن يكون هجرة من المدينة ومن المنطقة A ومنطقة B إلى منطقة C، يجب أن يكون هجرة من تلك المناطق. رجعوا الناس يسكنوا هون، يحموا أراضيهم، إذا راحت الأغوار والعقبة بكرة بتروح رام الله ونابلس. Israeli occupation and control unites every Palestinian community, but each faces its own individual local problems. الخطير في الموضوع، وأنا أعيد وأكرر، ليس فقط إغلاق الشارع الرئيسي. الخطير في الموضوع أن هذه المستوطنة التي أقيمت على حوالي 4000 دونم من أراضي قرية كفر قدوم ترفض بلديتها أن تضع سياج أمني كباقي المستوطنات، وهذا ما يخيفنا ويرهبنا في كفر قدوم، أي أنهم يعتبرون أن حدود مستوطنة قدوميم ليس لها حدود، لذلك لا يستطيع المواطن أن يصل إلى هذه الأراضي إلا بتنسيق أمني مع الإسرائيليين، ويعطى مرة إلى مرتين في خلال العام. لذلك نحن الآن أمام مفترق صعب وأمام مهمة قوية جدا وخطيرة، هي استمرارنا للمقاومة الشعبية ليس فقط من أجل فتح الطريق، وإنما الحفاظ على 3000 دونم مهددة بالمصادرة لصالح الاحتلال الإسرائيلي ولصالح توسعة مستوطنة قدوميم أكثر وأكثر على حساب أراضي المواطنين. مراد أشتاوي's fight is uphill and his cause a passionate one. Palestinians want their own state, but some Israelis have very different ideas about the future of the West Bank. The real solution, which can work on the ground, is the Palestinian Emirates. We already have one Palestinian Emirate in Gaza. It has borders, it has government, it has whatever a state needs. We should establish another 7 states, Emirates, on the West Bank. One in Jericho, one in Ramallah, one in the Arab part of Hebron, another one in Nablus, and so forth in Jenin, in Tulkarem, and in Qalqilya. Israel should forever remain in the rural areas in order to make sure that those mountains will never return into Hamas mountains. The Arab societies all over the Middle East are very much tribal societies.
They live in the same place. They don't move from place to place generally. People are more loyal to the clan, to the tribe, more than they are loyal to the state. This will free them from Israel. Yet Israel will be secure because Israel will be in the rural areas between the cities. This is the architecture. We have to solve some problems of water supply, of sewage, of roads, of accessibility to airport, to seaport. Okay, all these questions can be solved by, you know, by peace. بعض المفكرين الإسرائيليين والأكاديميين الإسرائيليين يقولون لماذا دولة فلسطينية؟ لماذا تكون كيان سياسي لكل مدينة لكل محافظة فلسطينية في مناطق ألف ونضم لها شوية من مناطق باء؟ وهؤلاء كل واحد يشكل كيان مستقل وبعضهم سماه إمارة إسلامية كما أو إمارة عربية كما أو إمارة قبائل كما سماها بعض الخبراء الإسرائيليين المتطرفين في إسرائيل والذين يعيشون عصر الحجر يعيشوا عصر اليوم. هؤلاء تحدثوا عن موضوع إمارات في داخل ونسميها سابق كانتونات ونسميها الأبارتيد في جنوب أفريقيا وهكذا. ولذلك موضوع الدولة الفلسطينية مع الأسف يتأثر تأثرا بليغا سلبا بمناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم. Natural resources are also a vital factor in the future of Area C. مناطق جيم بتضم مناطق شبه ساحلية في مناطق طول كرم وقلقيلية ومناطق جبلية في جبال فلسطين الوسطى القدس ونابلس والخليل وأيضا مناطق غورية في غور الأردن تقع مساحة كبيرة منها. هذه المناطق هي المناطق الجبلية فيها موارد كثيرة. الشجر الفلسطيني موجود في هذه المنطقة. أيضا مناطق الرعي الفلسطيني موجودة في مناطق جيم. وأخيرا ظهر ليس فقط في مناطق جيم وإنما في فلسطين بشكل عام اللي هو البترول والغاز. إضافة إلى ذلك هناك ثلاثة أحواض للمياه الجوفية الحوض الشرقي والجنوبي والغربي. But the most controversial resource of all in Area C is water. وفقا لاتفاق أوسلو بند 40 لا يوجد في موضوع المياه مناطق ألف باسي لأنه في هذا إسرائيل لها اليد الطولة كما ما هو معروف أن جميع مصادر المياه التي تزود بها المدن والتجمعات هي في مناطق سي وإن كان هناك بعض الآبار في مناطق ألف فهي غير مجدية 80% من الآبار موجودة في مناطق سي وبالتالي حتى الآبار الموجودة داخل مناطق ألف وباء يجب إبلاغ إسرائيل من قبل السلطة بأي عمل تقوم فيه في هذه الآبار. قبل ثلاث شهور تصادفت بين جبين جيش ومعهم جيب مدني عادي يعني هم بيشتغلوا في سلطة المياه في إسرائيل. بتفاجأ إنه فات على البير وطلع بيفتح العداد فتحت له إياه واطلع عليه بعد ما اطلع على البير على البير واطلع على العداد بيقول لي عدادك مش مزبوط. قلت له هذا العداد مزبوط ليش مش مزبوط؟ قال لي انت بتسرقوا مي هذا شغلكم مش قانوني هذا القراب بعاقبكم عليه هسه قال لي بدك ترتب عداد جديد يعني لغه التهديد بكت على في عينيه طالعه يعني كيف يعني بدوش اياك تسحب زياده عن اللي طالبه انه هو اللي طالبه هو زي ما بده يعني هسه انا لما نشغل بعرف انت شغلت لعلمك موضوع المياه هو أخطر موضوع في هذه المنطقة الإسرائيليين جففوا الينابيع صادروا المياه خطوط مكروت الإسرائيلية شركة مكروت الإسرائيلية تمر عبر أراضي السكان الفلسطينيين أناكستها لا تبعد متر الماسورة مشان تروي المعسكرات والمستوطنات في هذه المنطقة لا تبعد متر تمر من جانب خربوش وخيمة المواطن الفلسطيني لكن نضطر نحن للذهاب لإحضار مياه من الأغوار الشمالية ومن طمون أكثر من 40 كيلو و50 كيلو تقضي نهار كامل الكوب يكلف أكثر من 50 شيكل لإيصال المواطن الفلسطيني
الفلسطيني يستهلك 140 متر مكعب في السنة لكافة الأغراض الزراعة والشرب وغيرها، في حين يصل معدل استهلاك المستوطن في حدود 600 متر مكعب، أي تقريباً 5 أضعاف. الغريب أننا ندفع 4 أضعاف الثمن الذي يدفعه الإسرائيلي، وبالتالي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يتلقى ثلث ما يسمى بالاستهلاك الآدمي الآمن، وهذا الرقم أقل من ما كان قبل اتفاق أوسلو. يعني وضعنا قبل اتفاق أوسلو كان أفضل بكثير. Palestinians have very little access to water or other resources, and they're often prevented from accessing some of their most fertile land. In comparison to this, you have a few hundred meters away, sometimes you have Israeli settlements which continue to expand, where new buildings are frequently announced, and which have access to 80% of the water resources. So you have a very discriminatory system where some people are allowed to build and some people are not. أنا في اعتقادي إذا بقي الأمر على ما هو تخطيطاً وسياسةً وتنفيذاً، الشعب الفلسطيني ليس فقط سيواجه العطش الشديد، ولكنه سيموت حتماً من العطش، بمعنى أن هاي الزراعة التي تراها اليوم ستختفي تماماً في الأغوار وفي مناطق قلقيلية وجنين ومنطقة جيوش والفلامية، هي المناطق التي تسمى سلة الغذاء الفلسطيني. هذه السلة ستكون فارغة في حدود 10 إلى 15 سنة. هذا هو المخطط الإسرائيلي القادم خلال 10 سنوات، وما عدا ذلك فهو ما يسمى التفكير بالتمني. The danger for Palestinians of their natural resources being gradually squeezed is a real one. And so are the appropriation of heritage sites, the forced destruction of newly built homes, and the continued control of Area C by an occupying force, seemingly unchecked by the international community. The 1993 Oslo Accords divided the West Bank of Jordan into areas A, B, and C. Area C was supposed gradually to pass to Palestinian control, but still remains firmly in Israeli hands. Palestinians now see an increasing threat to their essential supplies of food and water. بالنسبة لكمية المي اللي احنا بنسحبها على زمن الأردن محدد لنا مثلا 170 ألف كوب، لأنه هو يعني بده يجي يطلع هالعداد، يجي كيس أنت محدد لك محمود هو الكدة، مش محدد لك تسحب زيادة، أنت بتتخالف، ولما تتخالف البير بيسكر لك إياه. إذا أنا كل شيء إلهم مش إلي، يعني أنا بشتغل إلهم رغم إنه البير في أرضي ما إلهم حق فيها. يعني حتى لو بدك تيجي تسوي أي شغلة ما بتقدر تسويها إلا عن طريق اليهود. تتفاجأ أنهم يعتبروا الضفة الغربية والمخزون المائي جزء من المخزون المائي الإسرائيلي، غير موجود في ذهنهم أن هناك مواطنين فلسطينيين، هناك زبائن مستقبلين لمحطات التحلية الإسرائيلية في الخضيرة وعسقلان وغيرها، وبالتالي نحن في نظرهم يخطط لنا كزبائن وليس كمواطنين يملكون مصادر المياه. في خلال 10 سنوات لن تكون السلطة الفلسطينية بالأوضاع الراهنة قادرة على تلبية احتياج الغذاء والماء للشعب الفلسطيني. Palestinians also feel that Israel has found another way
of limiting their use of the land. ابتداء جديد لدى الجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية وهو إنشاء ما يسمى بالمحميات الطبيعية. هذه المحميات الطبيعية معظمها 14% تشكل 14% من مساحة مناطق جيم أو 3% من مساحة الضفة الغربية. هذه المناطق مناطق غابية وبعض الأودية كوادي قانا على سبيل المثال في محافظة سلفيت. هذه الأراضي هي أراضي زراعية فلسطينية. هنا يمنع الفلسطيني من استخدام هذه الأراضي تحت مسمى المحميات الطبيعية. Local Palestinian farmers have worked this land for generations. أنا حج قدر أحمد منصور من سكان واركانا من مواليد واركانا وأمي جابتني في واركانا هان وسيدي مات عمره 85 وأبوي مات عمره 80 وإحنا في واركانا وأنا عمري 85 إن شاء الله بموت في البيارة هان بإذن الله. أول ما شيء علقوا باب الواد هذه حطوا على الكارما محمية طبيعية واركانا وإحنا ما بنعلم شيء المحمية الطبيعية ما بيخلوناش لا نزرع ولا نخلع ولا نسوي شيء. أول قطعة هينا لابن عمي قلعوها وزرعناها وردوا خلعوها وردوا زرعناها وفيها طلع الزيتون هسا حامل زيتون ويا جبل ما يهزك ريح وهم بيكلعوا وإحنا بنزرع ولا يمكن نبطل الزراعة بإذن الله. قبل 4 سنين 5 سنين عملوا جمهرة كل أهل واركانا عودهم أنا قلت له عودش حساب لك سامع علي على الطريق أول ما طحنا قال لي رجع قلت له برجعش ارجع برجعش قال لي رفع عليك رفعت علي ولا بكون خليه يمرق بركوني جيت لكيت المستوطين هب المناشير للقرصان بالمناشير واحد بقول له يا زلمه حرام عليك اللي بقول له هيك ابو 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 ابوك اخرس قلت له اخرس زميت حجار رشعت عليه اجوا 4 جنود والله العظيم كتفوني 2 وقفوا كراسي تخلعوا القرص شو اسوي يعني. اي بيبنوا مستعمرات اما احنا ما ممنون احنا اصحاب الوطن واصحاب الارض معانا طبات في الارض ممنوع اما هم مسبحي. دائما رايحين جايين في البسكليتات والدراجات هذول الناريه رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين واحنا ممنوع نمشي بالطريق. اجى المستوطن على باب النبعه قال لي اذا بتزيدها قال لي المي ببيعكم اياها هذه بيع. احنا دولة استحلينا دولة وهذا النبع ملك الحكومة الإسرائيلية صارت. قلت لا هذه الأرض أرضنا وأنتم ما لكمش فيها شيء. مش معترف هذه المحمية الطبيعية ملك إسرائيل، هذه محمية طبيعية ملك فلسطين وملك الدولة الفلسطينية بإذن الله ولا بعترف في إسرائيل حتى. بدهم إياه يسووا. Area C also contains Palestinian heritage sites dating back to biblical times. يقع جبل الفرديس في مناطق سي شرق بيت لحم هو يخص هيرودس حاكم مقاطعة فلسطين الرومانية يكتسب أهمية كبيرة في التاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي الفلسطيني على مدى 2000 عام. في الواقع ليس لدينا إحصاءات حول المواقع الأثرية في فلسطين. حسب بيانات سلطة الآثار الإسرائيلية تتحدث عن 20 إلى 25 ألف موقع أثري في فلسطين الانتدابية ونحن نتحدث عن من البحر المتوسط إلى نهر الأردن. فيما يخص الأراضي المحتلة عام 67 أيضا ليس لدينا إحصاءات كاملة في هذا الجانب ولكن في منطقة سي هناك مواقع أثرية كثيرة هناك العيون هناك واحات هناك للرهبنة المسيحية البيزنطية يعني نتحدث عن تقريبا 35 موقع تم كشف حتى الآن فيما يخص الرهبنة في العصر البيزنطي. في الواقع المفاوض الفلسطيني لم يكن فقط جهولا يعني أشعر الآن أنه لم يكن مرتبطاً بالأرض ليس له علاقة بالأرض لم يعتمد على الخرائط لم يعتمد على اعتمد فقط على ما سمي لاحقاً النوايات الطيبة لدى الإسرائيليين تم تحديد كثير مواقع فلسطينية على أساس أنها يهودية مثل خربة سوسيا خربة سوسيا نحن نتحدث عن موقع بيزنطي وعن
تم شغله لاحقا من قبل المسلمين، حيث يوجد أيضا مسجد إسلامي. تم طرد السكان من هذه الخربة إلى أماكن آخر وتسليم هذا الموقع إلى المستوطنين، والآن تم ملاحقة السكان إلى المكان الآخر الذين موجودين فيه. فهذا سوسيا نموذج بارز تماما للمرحلة الثالثة، وهي الآثار في خدمة الاستيطان. In 1969, an ancient synagogue was discovered at Sousia, attracting Israeli tourists to the disputed site. Shalom, and welcome to the ancient town of Sousia. You are standing at the entrance to the town. Sousia is located in the southern Hebron Hills on the northern border of the Negev Desert. 1986 أعلنوا الإسرائيليين قرية سوسيا قرية يهودية، إرث يهودي بشكل مفاجئ، وعملوا جدار وأخلوا المواطنين بالقوة من هاي القرية، فوصلوا لأراضي زراعية على أمل إنهم يرجعوا بعد يوم أو بعد أسبوع لقريتهم. الأراضي الزراعية هي أراضينا، أراضي الفلسطينيين الموجودين فيها اليوم. طبعاً في اللحظات اللي أخلوا المواطنين كل الأغراض الفلسطينية داخل الكهوف اللي كانوا يستعملوها، مثلاً زي سكة الحراث أو الشكو اللي كانوا يعملوا فيها اللبن، كل هاي الأغراض ظلت موجودة حتى اليوم. الإسرائيليين أعلنوا هاي أغراض يهودية واستعملوها في معارض، وهي أصلاً تاريخ فلسطيني، وسرقوها وأعلنوها يهودية كمان. بكل مكان، وكمان بيت كنيست مفوار من كنيسة بمזרخ بديوك. نحن نتحدث عن عملية نهب وتدمير للآثار أعتقد في كل أنحاء العالم لم تحدث، خصوصاً نحن نتحدث ليس عن إرث ثقافي للفلسطينيين، نتحدث عن إرث ثقافي عالمي. هناك إجراءات احتلالية مستمرة في بناء المستوطنات، في تدمير مواقعنا الأثرية، في تغيير الجغرافيا. في الواقع الاستيطان ليس فقط بناء ويغير جغرافيا. نحن نظرت إلى هذه المناطق، نتحدث عن مناطق لم لها يعني من عصر المسيح لم تتغير. هنا يتم إزالة الجبال، يتم تجريف أراضي، يتم تغيير الجغرافيا. In the West Bank today there are about around 560,000 Israelis living. Around 200,000 of them are in East Jerusalem, in the areas which Israel had annexed to Jerusalem and to Israel. And the rest, around 365,000, are in the rest of the West Bank, in areas which were not annexed officially to Israel. The Israeli settlers who are living in the areas beyond East Jerusalem are residing in 120, 121 Israeli official settlements, yeah, plus another 100 unofficial settlements, which usually are being referred to as the outposts. So we have around 220 or so civilian entities in the West Bank where these 365,000 Israelis are residing. If we look at what happened here in the West Bank in terms of Oslo, 20 years, in 1993, there were 110 Israelis living in West Bank. Dror Etkes is an Israeli opposed to the settlements in the West Bank. His research reflects the experience of Palestinians living at the sharp end of Israeli occupation in Area C. موقع سوسي إذا بنأخذه بين القرية الأصلية وبين مستوطنة سوسي اللي هي أصلاً الاسم سوسي أخذوه من هاي المنطقة، وكانت في عملية ضغط لتهجير السكان، هو عملية سيطرة على الأراضي، أوامر هدم، ونفذت أربع أو خمس مرات هدم القرية. وأصعب إشي القانون العسكري اللي بيعتبروه قانون محسن ضد الفلسطينيين، كل إشي ارتفاعه متر، خم الدجاج، بيت الكلب متر بترفعه متر عن الأرض، هاي مبنى غير قانوني وفي عنده أمر هدم. طبعاً أنا زي كفلسطيني بعتبر اتفاق أوسلو كانت ورطة، بس ما بعرف شو الظروف اللي كانت في توقيع اتفاق أوسلو في وقت التوقيع. طبعاً إحنا في سوسي في مناطق سي، وأي إشي لازم تعمله بترخيص، لازم تطلب من الإدارة المدنية ترخيص. رئيس الحكومة السابق دكتور سلام فياض قرر إنه يبني في منطقة سوسي في منطقة سي، فبنى 6 وحدات سكنية، فكان الرد سريع من الإسرائيليين على قراره وعلى هذا البناء بهدم هاي المباني كلها. أي استثمار فلسطيني راح يسوى بالأرض ويهدم. هذه المناطق المسمى جين
مرة أخرى بموجب الاتفاقيات أوسلو بكل تأكيد هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967. والتعاطي في ظل هذا الإطار مع هذه المسألة كأمر واقع لا يمكن أن يكون في صالحنا، وبالتالي كان لابد من المواجهة. معنى المواجهة وهي جزء من كل من تصور شامل، العنوان الأساسي في الموجه هو تعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على الاستمرار في الصمود والثبات والبقاء على الأرض، ليس من منطلق التعايش مع الاحتلال والقبول فيه، بالعكس من ذلك تماما، لمواجهته، لتعزيز قدرة المواطن على البقاء. Across the West Bank, there are currently 4,500 demolition orders still outstanding on against Palestinian property. In July 2013, the new round of peace talks began between Israel and the Palestinian Authority. And in the first 3 months after those peace talks started, Israel demolished another 150 or so Palestinian structures, some of them funded with international aid money. And that made over 200 people, including many children, homeless. خلال هاي الفترة، خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2008 تحديداً أواخر 2007-2008 إلى يعني أواخر عام 2012 وبداية 2013، نفذنا تقريبا حوالي 2800 مشروع في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بغض النظر عن التصنيفات. منها حوالي 800 مشروع تم تنفيذها في المنطقة جيم، بما شمل عشرات المشاريع التي نفذت حتى خلف الجدار. خلف الجدار مجموع ما أنفخ على هذه المشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكافة بغض النظر عن التصنيفات كان حوالي مليار دولار، منها حوالي 320 مليون دولار على مشاريع تم تنفيذها في المنطقة المسمى جيم. في الكثير من المواقف كنا نبني ويتبع ذلك بشكل مباشر هدم لما أنجز من قبل جيش الاحتلال، لنعاود الكرة مرة تلو المرة تلو المرة، وفي الكثير من الحالات نجحنا في خلق هذا الواقع على الأرض. This village, like many, is suffering from a lack of any kind of basic services, any kind of infrastructural development. Many of the homes, many of the structures are at risk of demolition. And this is something that Palestinian villages across Area C face as a daily threat. It's incredibly frustrating to be in communities that need support, they need development, they need infrastructure, and the policies of the occupation prevent them from doing that themselves. And yet when international aid comes in to help them, often it's also demolished or prevented. You know, between the middle of 2012 and middle of 2013, there were about 30 projects funded by the European Union that were demolished to the cost of hundreds of thousands, if not millions of euros. يعني قبل حوالي 3 أو 4 سنوات كان الطالب الفلسطيني يطلع من هين من منطقة المالي حتى تياسير 10 كيلو مشي وعلى الدواب، لكن خلال السنوات الثلاثة تم الحصول على باصات من هنا وهناك تنقل الأطفال، لكن المعاناة موجودة وحقيقية. فالظروف النفسية وطبعا الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقيات اللي أبرمت مع الإسرائيليين ضد المواطن الفلسطيني أصبحت طبعا ثقل على الطالب. حتى الطالب الذي يذهب إلى المدرسة صباحا على حمارة ليصل مدرسته ويعود الساعة 4 ويلقى خيمته مدمرة وشنته الدراسية وكتبه داستها الجرافات الإسرائيلية، يعيش على كنديل كاز، يعيش في ظروف صحراوية في هذه المنطقة. بالرغم أوامر الهدم إحنا بنينا مدرسة، بما أنه بنعتبر التعليم مهم ولازم أطفالنا يتعلموا. طبعاً مدرسة سوسي هي عبارة عن بلوك مع سقف من الزينكو من الحديد، بالرغم أنه ما في لها سقف مثالي زي المدارس الأخرى، كمان معها أمر هدم. قرية سوسي جميع منشآت القرية اللي بنشوفها موجودة كلها تحت أوامر إزالة، مش هدم بس، إزالة من الموقع.
Sometimes the aid agencies are best placed to bring events on the ground in Area C to the attention of the wider world. What we'd like to see is the international community take a stronger line against that and really, when a project is demolished, which has cost the European taxpayer, for example, we would like to see EU governments hold Israel accountable for that demolition and call for compensation, for example, for the money that has been lost, and also ensure that families who have been had their homes demolished are compensated and properly relocated as a result. يعني استكمالا في ما يتعلق في ما يمكن أن يسمى بتحسن منسوب الوعي الدولي في موضوع المنطقة المسمى جيم. في دراسة قام بإعدادها فريق من البنك الدولي، دراسة فنية بصراحة، احنا تحدثنا معهم بأهمية انه البنك الدولي يبرز العناصر المتصلة بالخسائر المترتبة على هذا الجزء من الاحتلال. في عدد من الاستنتاجات، دعني أتوقف عن ثلاث منها. الاستنتاج الأول بيقول أنه لولا هذه القيود الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق المسمى جيم لكان الاقتصاد الفلسطيني بالإمكان يكون أكبر مما هو عليه بمقدار الثلث. الاستنتاج الآخر أنه مدى اعتماد أو حاجة فلسطين للمساعدات الخارجية منخفض كثيراً لولا هذه القيود المفروضة على إمكانية فلسطين على الحركة والإقامة والبناء والإعمار في المنطقة المسمى جيم. وأما بالنسبة لموضوع سوق العمل والبطالة وحرماننا من العمل في المنطقة جيم بسبب هذه القيود المجحفة المفروضة علينا من الاحتلال بتسبب في خسارة حوالي 200 ألف فرصة عمل. Israel's influential broadsheet and online newspaper, the Jerusalem Post, supports Salam Fayyad's view that Israel is holding back the Palestinian economy. البنك الدولي لديه كثير من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية اللي قدمها لدول العالم الثالث، وحتى الآن لم تتقدم دولة واحدة من دول العالم الثالث بسبب نصائح البنك الدولي. على العكس، هناك تراجعات في كل الدول العربية على سبيل المثال اللي تعامل مع البنك الدولي بسبب نصائح اقتصادية. المعركة مع الاحتلال ليست معركة بناء مشروع هنا أو مشروع هناك. المعركة مع الاحتلال هي إنهاء الاحتلال، إنهاء المعاناة الفلسطينية، هو مجرد خروج الاحتلال من الضفة الغربية كليا. نستطيع أن نبني ما نشاء بالضفة الغربية ونشغل العمال الفلسطينيين بشكل طبيعي وتلقائي وننشئ بنية تحتية كما نشاء. اتفاق أوسلو في منطقة الأغوار هو الاستيلاء على الأغوار بالكامل. أرغم الفلسطينيين على تطبيقه. أنا كمواطن فلسطيني أعيش في هذه المنطقة أتفاجأ أنها أرضي سي وميتي سي وبيتي سي، حتى أطفالي ربما صاروا سي في هذه المنطقة. يعني جميع الأراضي، أكثر من حوالي 90% من أراضي منطقة المالح والمضارب الثلاثة عشر طبعاً تحمل أوراق ثبوتية رسمية تثبت شرعية المواطن الفلسطيني فيها، أراضي طابو للسكان. يعني أنا وين بدي أروح؟ هذا مواطن فلسطيني إله هالخمس دولمات أرض، إله هالنعجات قاعد فين هين؟ في الأخير يعني أرض ناس قررت إنها ما تعيش نكبة ثانية. Peace negotiations have stopped and started since the Oslo Accords, but the positions of both sides over Area C remain as intractable as ever. بيقدروا يهدموا كل شيء، بس ما بيقدروا يهدموا الإرادة الفلسطينية في هاي المنطقة، إرادة أهل جنوب الخليل. هم بيهدموا وإحنا بنبدي من جديد ومن جديد. For Israeli campaigner Dror Etkes, the division of the West Bank is fundamentally inequitable. He believes that ultimately something has to give, that in the long run, his country's position is simply unsustainable. About one third of Area C had been declared by the Israeli authorities as military zones. Yeah, that means that
It's about 20%, one-fifth almost of the West Bank. So if you take the training zone in the West Bank, which are 20%, plus the settlements, which are 10% almost, yeah, just about half of Area C is out of Palestinian reach only because of these two means which Israel is using. Israel simply has no chance for the long run to keep the West Bank the way it's been kept in the last 45 years. There's no force in the world which will allow Israel to maintain this crazy status quo forever. And the system will collapse. The system will collapse. Now, the question is whether it will collapse in a violent way or it will collapse in a way that Israel, after Israel will agree and understand that there's no way to continue this crazy march.